Please, Soraya. Please, now. Dai. Soraya, please. منك بوعيك. نتناقش بعدين. أنا بوعي. بشو بدنا نتناقش أصلاً؟ ما في شي نتناقش فيه. هو سوء تفاهم وأنا اللي غلطانة إني ما شفت المشهد للآخر. سوري، بعتذر منك. أوكي، شو لازم أعمل تتصدقيني؟ شو لازم أعمل تتعرفي إني بحبك؟ شو لازم أعمل تجيلي هالشك اللي براسك؟ كل اللي عملته خبرتك عنه. تعبت أنا وعم جرب برر لك لتسامحيني، لتوثقي فيي. عم تبني حياة بيناتنا صوريا، وهيدا الحياة كل يوم عم بيكبر. كل غلطة صغيرة بعملها منرجع لذات المطرح. بس أنا كنت عم بعمل لك مفاجأة. صوريا بعتذر، بعتذر على كل شيء عشتيه الليلة، عن جد بعتذر. بس أنا مستحيل فكر إنك بتطلعي من البيت وتروحي على أوتيل تتبوسي حدا، لأنه أنا بوثق فيكي، بوثق فينا. بس أنت من هيديك الليلة ما عدت توثقي فينا، وهيدا الشيء بزعلني كتير. بس أنت كذبت علي على التليفون. سوريا أنا تفاجأت، عن جد تفاجأت، لأنه بنيتي هيدا الحيط بيناتنا ما عدت تسترجي خبرك شيء، بخاف من ردة فعلك. بعدك مش مصدقتيني؟ أنا لو ما بوثق بعلاقتنا ما كنت برجع. كنت بروح على البيت وبعت لك مسج. مسج. وباخد بنتي معي. أنت كيف تارك كل هول الأشياء بقلبك؟ كيف ما بتقلي كل هول القصص اللي عم بتحسهم إنه أنا عم عمر حياة بيناتنا؟ كيف؟ انت دايما بتقلي انه انا بحاسبك على هيدي الليله، بس انت كمان دايما بتحاسبني انه تركت وفليت من بعده. صوريا اثنيناتنا اعصابنا تعبانين، يمكن هيدا هو السبب. انت لك شهرين مش عم تهتم فيي. لا بالون، لا ورد، ولا طاقة حلوة. ما في شي بيضحك. كل هولي تركهم بقلبك فارس وما بتحكي.